مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناتكم روبلند. اخر فيديو نزلته بالقناة اللي كان ردة فعل على مباراة المغرب ضد البرتغال. طلبتوا مني كثير اني اعمل ردة فعل على مباراة المغرب ضد اسبانيا، وكثير منكم كمان صار يكتب انه مباراة المغرب ضد اسبانيا كان فيها ظلم ضد المغرب وما بعرف شو. فبصراحة تحمست كثير للفيديو وحابب اشوف الفيديو معكم. بس قبل ما نبدا بالفيديو يا شباب، اتمنى انكم تنزلوا لتحت تضغطوا زر الاشتراك ولايك على السريع، وخلونا نبدا بالفيديو. ليتس جو. اوكي يا الشباب، يا بسم الله نبدا بالفيديو او نبدا بالملخص. طبعا العنوان مكتوب ملخص مباراة المغرب واسبانيا 2-2، معناته النتيجة انتهت 2-2. اسبانيا تعاني امام المغرب وجنون المعلق. يا السلام يا السلام، تحمست اكثر والله. اوكي خلينا نبدا بالفيديو، ليتس جو. راموس والله يا اخي راموس اكرهه، والله اكره راموس يا شباب. مو لاني برشلونه، لا بالعكس، شوفوا انا برشلونه لكن احب ايسكو، احب مارسيلو، هذول اللاعبين احبهم، برشلونه يعني واحبهم، بس راموس يعني ما احبه ابدا 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 ابدا. اوكي يلا يا المغرب، يلا يا المغرب، يلا يا اسطير. حكيم زياش اكيد لازم يكون موجود. زياش ليتس جو. يلا يا زياش. اوكي بدت المباراه، خلينا نشوف. بداية مغربية، ليتس جو، بداية مغربية ولا حلو. فرصة. اوكي هي والله الاسبانيا كمان ضاغطين، بداية. اهم شيء ما يكون في فرص ضايعة كتير، لانه ضد البرتغال المغرب ضيعوا فرص من هون لبكرة، والله ضيعوا فرص كتير يا شباب. شو اللي صار؟ اضرب راموس كف. والله راموس كريه، اكرهه كثير اكرهه. بيكي شوي على المنتخب المغربي. والله اسبانيا كمان ضاغطين يا اخي، اسبانيا فريق هجومي. انيستا، لو وصل لانيستا كان جول. وحش مدافع. السرعة، روح قول. الله عليك، يس، والله هدف ولا أروع. شفت السرعة بس، شفت الانهاء، شوف. جايبها بيضة كمان، جايبها من بين رجل الحارس. ليتس جو. دخية والله عيب يا دخية، والله عيب. ابلع بس. ليتس جو. جمهور المغرب، والله جمهور المغرب احلى جمهور. والله هدف ولا اربع. ابلع راموس، ابلع في نص وجهك. والله اكرهه لراموس. لو بيكا بس، لحظة، بيكا كان قريب على لا والله ما كان قريب. والله هدف ولا اربع. يلا حماس صار الفيديو، حماس صارت المباراة. لازم المغرب يهجم اكتر. لا يا اخي نيستا. والله اشتقت لانيستا، والله العظيم اشتقت لانيستا. شوفوا جول المغرب اجى بسبب خطا من انيستا، شوفوا صلح الخطا وجاب هدف من صنعه. يا اخي نيستا جهه انيستا، اوف. والله هدف حلو، نكون صريحين يا شباب، الهدف حلو. شفت كتاكا حلو، والله تبادل كرة مثل ما حكى المعلق، تبادل كرة رائع. والله حرام يا اخي. يلا بما ان النتيجة 2-2 ما نسعى، معناها في هدف. حلو حارس يا اخي، جهة انيستا نار. يلا يا حرام يا اخي، كيف هيك ضيع؟ والله حرام، والله لو جايبها كان 3-2 النتيجه، والله لو جايبها كان 3-2 النتيجه. حرام يا اخي، اسبانيا كلها رفعات، شوف انيستا. انيستا خطير يا اخي، حلو. وحش حارس، وحش 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 المدافع. حلو، وحش حارس،
والله وحش حارس. اوه بوسكيتس والله بوسكيتس ما يسجل. بوسكيتس كل 5 سنين يسجل جول. ما كان في حدا عنده. اوه يا اخي اسكو تمريرات اسكو شوف بالمليمتر. اوه والله فكرتها جابها، والله فكرت انه جابها. بوسكيتس صاير يلعب. بوسكيتس حلو. اوه حلو 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 زياش، حلو زياش والله زياش يا اخي حبه يا اخي زياش لعبه حبه كثير يا اخي. طرف جهه انيستا نار. اوه جهه انيستا نار يا اخي، جهه انيستا والله جهه انيستا يا اخي كثير خطير. كلاسم ركته على انيستا كثير. والله كان راح يجيبها دوك كوستا، والله كوستا كان راح يجيبها يا اخي كوستا. شيت اوه حلو حلو مدافع، مدافع سريع وحش، مدافع وحش. وات ضرب جزاء، ارجع ضرب الجزاء على بيكي. والله ضرب الجزاء على بيكي، شوف يا اخي شوف يا اخي ضرب الجزاء يا اخي، والله حرام اقسم بالله حرام. والله الحكم دائما ضد المغرب، والله حرام. اوه دخية ضرب المدافع المهاجم لاعب، دخية ما ضرب اللاعب، لا ضرب الكرة. اخ لو جايبها بس، اخ لو جايبها جول. اوه حلو 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 يا اخي والله العظيم يا اخي. اسبانيا منتخب يهاجم، مو منتخب يدافع، اسبانيا يهاجم. شوفوا 5-6 لاعبين بالمربع. حلو حلو، بس المغرب يتحمل، والله المغرب يتحمل الهجوم، يتحمل الضغط، هذا شيء ممتاز. مرابط والله مرابط وحش، والله مرابط وحش وحش. اوه وات في العارضة جاي، لا والله حرام يا اخي، حرام يا اخي، ليش مو قول يا اخي، والله لازم حرام يا اخي، والله لا حظ ولا حكم، والله ظلم وحظ ما في، والله لازم حرام يا اخي اقسم بالله حرام. والله لو جاي كان 3-2 والله كان يفوزوا على اسبانيا يا اخي، حرام يا اخي والله لازم حرام. والله حرام يا اخي. اوه وحش مدافع، والله وحش، والله وحش على الخط جابها، والله سيس وحش، والله وحش وحش وحش. شوف شوف شوف، والله كانت هدف، والله كانت هدف. هما كمان ضيعوا، والله اسبانيا كمان ضيعوا تبع مرابط لما اجت في العارضة، والله حرام اقسم بالله حرام وحش. لا والله الحارس جابها، والله الحارس جابها صح. بيكي يا اخي، بيكي مترين شاكيرا. اوكي ما الحارس جابها، الحارس ما جابها، هي طلعت. حلو اوه حلو. والله مرابط لعيب يا اخي، والله مرابط لعيب يا اخي. نيستا نيستا اسبانيا ليست البرتغال المعلق يحكي. اوه حلو مدافع. لسه في هدف للفريقين، لسه في هدف للمغرب ولسه في هدف لاسبانيا. يلا والله هدف، يا سلام جمجمة حديدية يا شباب، والله راس حديد مطرقة بشرية. شيت جابها في 90، والله جابها في 90. شوف 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 شوف، يا سلام. شو اللي صار؟ تسلل صح؟ تسلل. اوكي تسلل، بس هي ما جاب الجول الثاني. دقيقة 90. لا والله متسلل،
والله مو تسلل رقم 14 كسر خط التسلل. والله مو تسلل وهدف حلو. شوف مو تسلل. لا يا أخي حرام يا أخي والله العظيم حرام. دقيقة 90 دقيقة 90 والله حرام والله والله حرام يا أخي. ضرب الجزاء ليش ما تحسبها يا حكم؟ ضرب الجزاء ليش ما يحسبها؟ أعمل حكم والله يا شباب عصبت والله العظيم. ضرب الجزاء 100% 100% ضرب الجزاء كان لازم تكون للمغرب. والله حرام لو جايبين ضرب الجزاء كان 3-2 وفازت المغرب. دائما يا أخي مباراة البرتغال مباراة ضد إسبانيا كمان كله أخطاء تحكيمية على حساب البرتغال على حساب المغرب المنتخب المغربي. والله حرام يا أخي. بس والله العظيم المغرب لعبه والله لعبه لعبه المغرب يستاهلوا يستاهلوا يسجلوا 3 أهداف. لكن الحكم بس لو الحكم كان هون كنت أخبطه كف هلها. المهم يا شباب هيك بكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. أتمنى أنكم استمتعتوا. إذا استمتعتوا يا شباب انزلوا لتحت تضغطوا على زر الاشتراك وتعطونا لايك على السريع وخلونا نوصل ل 2000-3000 لايك. وبس يا شباب نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. أنا عن جد عصبت وبيس يا شباب.